حياكم الله سادة المشاهدين في حلقة خاصة من برنامجكم مال واستثمار، وملفنا لهذه الحلقة يتحدث عن الصيرفة الإسلامية مع ضيفي العزيزين الدكتور صادق الشمري الخبير في شؤون الصيرفة الإسلامية. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا بك. وضيفنا العزيز في بلده الثانية الدكتور أحمد العيادي العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي الإسلامي. حياكم الله دكتور في بلدك الثاني. أهلا وسهلا فيكم، حياك الله. الترحيب موصول لكم سادتي المشاهدين. بالتأكيد اليوم الصيرفة الإسلامية تبحث عن موطئ قدم في الكثير من الدول، خاصة في العراق التي باتت اليوم هي قبلة للسوق العراقية، السوق العالمية والعربية، وأيضا في تجارة القطاع المصرفي. أتوجه دكتور صادق بالسؤال حضرتك حول هل العراق اليوم تهيأ أن يستقطب هذا السوق، سوق الصيرفة الإسلامية؟ هل بدأ القطاع المصرفي في الصيرفة الإسلامية بأن يأخذ المساحة الكافية بالعمل بالمنتجات، يعني باستقبال المواطنين؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا أستاذ، وشكرا جزيلا لقناة الرشيد الفضائية على استضافتهم لنا بهذا البرنامج المهم، وخصوصا يتطرق إلى موضوع جدا مهم حاليا هو الصيرفة الإسلامية في المنطقة وفي العراق خصوصا. بالتأكيد هذا السؤال أعتقد أنه لوقت ولسوق مهم، باعتبار الصيرفة الإسلامية أصبحت لها منتجات واسعة وكثيرة. المنتجات اللي تقدمها المصارف الإسلامية بالتأكيد هي منتجات مهمة وخالية من المعاملات الغش والتدليس وعدم الوضوح. لذلك الكثير من وسائل النجاح الموجودة في المصارف الإسلامية هي محافظها الاستثمارية محمية بموجودات حقيقية ومرتقبة بالتأكيد، من خلال الموجودات اللي تقدمها، من خلال المنتجات اللي تقدمها، وأيضا عملياتها التشغيلية ذات مردود جيد للاقتصاد من خلال تفعيل أيادي عاملة، تفعيل منتجات، توفير عملات أجنبية، تشغيل السوق من خلال العمليات التشغيلية الخاصة بها. وأيضا جميع المشاريع الاقتصادية هي مربوطة بدراسات جدوى. فهذه الأركان الأساسية بالعمل المصرفي هو أساسا انطلاقتها بالنجاح. لذلك نشوف هذه الأركان الأساسية اختلفت عن الأعمال المصرفية الأخرى. إذا يعني كانت هناك موجودات حقيقية، يعني في ظل هذه الأركان توفرت، طبعا هناك تحديات كثيرة. طبعا من ضمن التحديات هو عدم وجود ملاكات قادرة على إدارة العمل المصرفي، نقص الثقافة المصرفية بالعمليات المصرفية بعيدا عن الفائدة. لذلك أيضا القوانين والتشريعات كلها كانت مكيفة للمصارف التقليدية. طالما مؤخرا في نهاية 2015 صدر تشريع جديد للصيرفة الإسلامية، فأعتقد هناك أن يكون تطور للصناعة المصرفية في العراق. قبل كانوا يشتغلون في ظل عدم، قبل كانت نفس القوانين ونفس التعليمات اللي تخضع لها المصارف التجارية، اللي هو قانون رقم 94 لسنة 2004 اللي صدر، وأيضا وفق قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004. لذلك ما حاولت أن تقدم نفسها، ما حاولت أن تقدم منتجات، لأن القانون يمنحها بالاستثمار في موجودات حقيقية كعقارات، كسيارات أو تقديم. لذلك بقت خلال هالفترة هذه ما طورت، لكن احنا نأمل بعد صدور تشريع جديد للصيرفة الإسلامية نأمل أن يكون هناك سوق واعد أمامها ويكون هناك ثقافة. لكن هناك يبدو أو يفترض أن تكون هناك معاهد خاصة بتدريب وتطوير هذه الملاكات، مناهج خاصة بالكليات لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. قبل أدخل بعمليات تطوير وتأهيل المصيرف الإسلامية ودخولها بالعمل، أتوجه دكتور أحمد، أنتم بالتأكيد اليوم قريبين سواء في العراق أو في المنطقة على السوق المصرفية. هل تعتقدون اليوم الصيرفة الإسلامية، رغم أنه ربما حديثة هي، هل تعتقدون اليوم العالم العربي تحديدا استقطب الصيرفة الإسلامية؟ هل هنالك ثورة للصيرفة الإسلامية؟ نجد اليوم هناك بين فترة وأخرى افتتاح مصرف هنا، مكتب هناك للصيرفة الإسلامية.
هل المواطن العربي بدأ يستقبل ويستطعم ما موجود من الصرف الإسلامية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي الهاشمي الأمين. شكرا لقناة الرشيد على استضافة هذه الندوة إن شاء الله. الحقيقة أنه البنوك الإسلامية صمام أمان للدول، لأن الشعب الموجود أو الشعوب الموجودة في العالم العربي والإسلامي شعوب ثقافتها إسلامية، وهي بحاجة إلى استثمار ودعاها، أو بمعنى أخذ التمويلات الإسلامية من هذه المصارف، بمعنى حتى يكون جزء من المجتمع غير معزول لابد أن يتوفر له مداخل ومخرجات إسلامية تساعده على الوفاء والانتماء والتنمية داخل بلده. لذلك وجود المصارف الإسلامية أصبح صمام أمان وحقيقة تنموية. والبنوك الإسلامية صار لها 4 عقود، يعني حوالي 40 سنة، بدأت بمنتجات بسيطة، المرابح، الآن انتقلت إلى الإيجار، انتقلت إلى الخدمات المصرفية. أصبحت البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية تقدم جميع الخدمات اللي تقدمها البنوك التقليدية، بل ويزيد. البنوك التقليدية تقوم على عقد واحد وهو تأجير النقد، الربا هو تأجير النقد. المصارف الإسلامية تقدم عقود في البيوع، عقود في المشاركات، عقود في الخدمات المصرفية، عقود في بيع المنافع، عقود في خدمة المجتمع، الخدمات الاجتماعية، ولكن بصيغ إسلامية تتناسب مع الطبقة. طيب، والمشروعات البسيطة الصغيرة. في ظل هذه التطمينات نقدر نقول عنها لعمل الصيرفة الإسلامية اليوم في العالم العربي، هناك من يشكك في عمل الصيرفة الإسلامية، هناك من يتحدث عن، لا أقصد المصارف بشكل عام، مصارف محددة جدا، هناك من يتحدث عن من لبس الشريعة الإسلامية ودخل بالصيرفة الإسلامية. وحقيقة أنه المشروع لما بيبدأ وما خبرات متواضعة بدأت، ممكن يكون في بعض الإجراءات العملية لتنفيذ العقود شابهة بعض الشيء، لكن تضخيم هذا العمل على أنه عمل غير إسلامي هذا شيء مخالف للواقع وللحقيقة، لأنه البنوك الإسلامية تمتنع ومحظور عليها في قوانين التأسيس أن تتعامل بالنقد بنقد، والربا لا يكون إلا نقد بنقد من جنسي. نحن نتعامل مع نقود وسلع وعقارات ومنافع وخدمات، لا نتعامل. لكن هذه المسألة كانت موجودة في قبل الإسلام، كانوا يقولوا أحل الله البيع وحرم، كانوا يقولوا إنما البيع مثل الربا، يعني هذا الكلام قبل، يعني على زمن الرسول، إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فيعني إنه هذه الشبهة يثيرها من له مصلحة أو من تورط في عمل ربوي يريد أن يريح نفسه، إنه هاي ذاني وهاي ذاني، يعني هي قضية نفسية سيكولوجية أكثر منها قضية عملية فعلية. طيب دكتور صادق، يعني المصارف الإسلامية اليوم في العراق بدأت بالتوسع نحو وجود لها موطأ قدم مثل ما ذكرت في بغداد. طيب هل اليوم هذه المصارف وضعت في حسبانها بأن تضع منتجات جديدة تنافس فيها المصارف التجارية؟ شكرا، سؤال مهم جدا بخصوص المنتجات اللي تقدمها. أستطيع أن أقول أن المصارف الإسلامية إذا ما بحثت عن منتجات جديدة تقدمها للواقع أو للسوق، ما أعتقد راح تطور نفسها أو تنمي نفسها أو تنمي منتجاتها. مثل ما تفضل الدكتور، إذا كان هناك منتجات جديدة يكون أيضا المستثمر أو الطالب الاستثمار طالب التوظيف هو مقتنع بهذه، لأن الشريعة تقول يفترض يعمل المصرف بإحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى وتحريم ما حرمه الله سبحانه. حديث نبوي أيضا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإن اختلفت أجناسهما فبيعوا كيف شئتم. لذلك النقد حرم على إذا تأجير أو بيع. لذلك يفترض بالمصارف الإسلامية إذا تستطيع أن ترتقي بنفسها
الى تقديم منتجات عليها ان تبتكر منتجات لان هو اساس الصيرفه الاسلامي قائمه على ابداع. ايش قد تعطي نسبه اليوم انه ايش قد تعطي نسبه بين وجود المصارف الاسلاميه انه قدمت منتجات جيده؟ اعتقد قليل جدا قليل جدا. لذلك يفترض المصارف الاسلاميه ان تبتكر منتجات جديدة وتبدأ بتقديم منتجات حتى تستقطب السوق الحالي، لأن السوق معظمه ما يريد أن يتعامل مع المصارف التجارية، يريد يتعامل مع مصارف أيضا تحلل ما حلله الله وتحرم ما حرمه الله سبحانه، أو تريد في مكان آمن أن تضع أموالها أو أن تستثمر أموالها. لذلك عليها أن تبدأ بتطوير منتجاتها حتى تقدمها للسوق، لأن السوق محتاج منتجات جديدة. إذا كانت مرابحات، مرابح الأمر بالشراء، مشاركة، بيع سلم، استصناع، مضاربات، إجارة، منتجات كثيرة تستطيع أن تقدمها للسوق. واضح. دكتور أحمد، يعني المصارف الإسلامية بالعادة يعني المعروف عند المواطن البسيط، المواطن العربي البسيط بما فيه من العراق، عندما يسمع مصرف إسلامي يعني هنالك رقابة شرعية، هنالك تطبيق للشريعة الإسلامية بكل مفردات الصرف الإسلامية. يعني على أي أساس اليوم تعتمد المصارف الإسلامية بتطبيقها لبنود؟ هل تضع آيات قرآنية مصنفة؟ أنا أنزل بسؤال للناس البسطاء جدا، هل تعتمد الهيئة الشرعية في المصرف الإسلامي بشكل عام على بنود في القرآن، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعتمد على قوانين سنة لهي شرعية إسلامية؟ سؤال مهم. جزء من الرقابة على البنوك الإسلامية رقابة الهيئات الشرعية. الهيئة الشرعية بداية، يعني الهيئة الشرعية كاختيار الزوجة مع الفارق في التشبيه. البنك الذي يريد أن يعمل صح يختار هيئة شرعية متخصصة. الآن من المشاكل التي نعانيها في كثير من الهيئات الشرعية أنه بيختاروا هيئات شرعية غير متخصصة في مجال العمل المصرفي. يعني الأصل أن يكون عضو الهيئة الشرعية أولا متخصص في فقه المعاملات أو المصرفية الإسلامية، ثانيا له خبرة حتى يقدم، ثالثا ما يكونش عنده 120 مصرف لأنه هذا مش رح يقدر يطور. لكن هذا جزء من المصرفية وهذا جزء من الحوكمة في المصارف المركزية إنها تحط قاعدة. مثلا عندنا في الأردن ممنوع يكون عضو الهيئة الشرعية أكثر من بنك داخل الأردن، خارج الأردن معلش. هاي واحدة. النقطة الثانية اللي هي تطوير المنتجات. أنت تتعامل مع مصارف منافسة، والمصارف المنافسة بقدر ما بتقدم منتجات مقنعة ومفيدة وتلبي حاجات العملاء بقدر ما تكون أنت ناجح، بقدر ما بتقدم تبريرات شرعية موجودة بقدر ما أنت ناجح. هم نقطة أنه نحن نتعامل مع القرآن والسنة. القرآن لم يأتي بعقود ولا النظام الإسلامي جاء بعقود، لكن وضع الإسلام ضوابط شرعية لبناء العقود. هذه الضوابط الشرعية موجودة في الإسلام: الخراج بالضمان، الغرم بالغرم، نهى عن بيع ما لم يقبض، بيان السلم، إذا من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، مفهوم الغرر، غرر وجود، يعني بمعنى أنه الهيئة الشرعية اليوم هي من تبحث عن يعني تستنبط من القرآن وتسن على أساسه الآليات والضوابط؟ لا، هو القرآن وضع ضوابط، والقرآن منع الربا، السنة وضعت ضوابط نهت عن الغرر، الخراج والضمان، العقود مدنية. العلماء الأفاضل اللي بيكونوا في الهيئات الشرعية بيستنتجوا عقود، سواء من العقود المسماة قديما أو من العقود المستحدثة وفق القواعد الحديثة، وبيخرجوها بطريقة لا تتعارض، لأنه الأصل في الأمور الإباحة، والأصل أن لا يأتي هذا العقد مخالفا لأمر قد نهى عنه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الميزة في النظام الاقتصادي الإسلامي أو في نظام المعاملات أن العقود مدنية لها ضوابط شرعية، وهذا بيجعل الإسلام وفقه المعاملات والصيرفة الإسلامية مرنة تستطيع أن تعيش في كل الأزمان. طيب في حال تعرف اليوم الصناعة المصرفية بشكل عام، لا أقصد الإسلامية، هي في تطور مستمر، هي في حداثة مستمرة. طيب في حال حدث أو واحدة من المصارف الإسلامية تريد أن تنتج منتج إسلامي جديد ولا تجد هنالك ما يقابلها من ضوابط الشريعة الإسلامية، على ماذا تعتمد؟ مستحيل.
ما في الأصل الإباحة، الأصل في العقود الإباحة، وكل الشروط الأصل، كل شرط أحله الله، كل شرط لا يحل حراما ولا يحرم حديث هذا ولا يحرم حلالا فهو مباح، والأصل في العقود أنها مباحة، وأحل الله البيع، البيع للعموم وللعموم ولكل البيع، وحل الله البيع وحرم الربا، ما عندنا محرم إلا الربا، لكن الضوابط أنه ما في شيء ما عندنا، يعني بمعنى نحن الآن من بيع، إحنا بنك العربي الإسلامي الدولي من بيع منافع، هذا مش موجود، كان زمان كانوا يحكوا أجارة، الآن في بيع تذاكر السفر، بمعنى الآن صار في عندنا تطوير بيع منافع الاستصناع، زي ما معنى التطور التكنولوجي في صناعة برامج للمؤسسات، الآن أنا بدي أعمل المؤسسة بتعمل برامج بملايين الليرات، هل تستطيع البنوك الإسلامية أن تمول؟ نعم تستطيع البنوك الإسلامية أن تمول برامج للتكنولوجيا، يعني بمعنى استصناع منفعة، هل تستطيع البنوك الإسلامية بمعنى تمويل الطبابة؟ نعم، هل تستطيع البنوك الإسلامية يعني تمويل كل القطاعات المتاحة؟ بالعكس، البنوك التقليدية لا تستطيع أن تجاري البنوك الإسلامية إذا وجد علماء وفقهاء، ليه؟ لأن البنوك التقليدية لا تعيش إلا على عقد واحد وهو تأجير النقد، البنوك الإسلامية عندها بيوع، عندها مشاركات، عندها خدمات مصرفية، عندها عمولات، البنوك الإسلامية عندها عقول، المسلمون يعني بمعنى يستطيعون أن العلماء يستطيعون أن يتقدموا بكل الحلول وفق الضوابط الشرعية، ابعد عن الربا، ابعد عن ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بمعنى النهي، والنهي معلل، يعني لما قال لك الرسول نهى عن بيع وسلف، شو يعني بيع وسلف؟ انه ما يكونش الغرض منه قرض جر نفعا، البيع جائز لوحده والسلف جائز لوحده، نهى رسول الله عن بيع الغرر، نهى عن بيع الملامسة المنابذة، هذا الرسول ما قال انه هذا العقد موجودة، قال اي شيء يؤدي الى غرر وجهالة، وعلى هذا الاساس طبعا طيب. والعلماء قادرون على ذلك. طيب دكتور صادق، داخل السؤال اجابتك اللي بعد الفاصل، يعني هل المصارف الإسلامية العراقية اليوم في ظل الضوابط الشريعة الإسلامية، هل هي طبقت الشريعة الإسلامية عند مصارفها؟ هل أخذت بالحسبان ما موجود من سنة نبوية شريفة بتطبيقها في المعاملات؟ نعرف أنه بعض المصارف أقصد العراقية تدخل في متاهات الصيرف الإسلامية، ألا هذا ألا ينعكس على مخالفة الشريعة الإسلامية؟ إجابتك إذا بعد الفاصل. سادتي الأكارم مستمر وياكم، وشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم. دكتور سألتك بعد الفاصل حول أنه اليوم المصارف الإسلامية في العراق هل هي طبقت الشريعة الإسلامية، ونعرف أن هناك متاهات اليوم بصيرفة، يعني علاقتها اليوم بالشريعة الإسلامية بشكل أساسي؟ سؤال مهم جدا. بالتأكيد إذا كانت هناك المصارف الإسلامية في العراق اللي هي عددها بحدود 24 مصرف تعمل وفق ضوابط معينة، الضوابط المعينة تعتمد على أن النقد هو ليس سلعة وإنما تعتبره وسيلة تبادل أو متاجرة، مبدأ الآخر هو مبدأ الاستخلاف، مبدأ مهم اللي ظهر اللي يفترض أن يكون هناك العقود مالتها أو العمل بالنسبة للشخص البلوغ والعقل وعدم الحظر على الشخص، أما بالنسبة للمعاملات لازم يكون هناك تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، وإذا كان هناك العقد أيضا لازم يكون انطباق للشروط بين البائع والمشتري، وتكون هناك هذه الأموال هي متقومة، يعني لا يجوز المتاجرة بالمواد المحرمة مثل ما تفضل الدكتور، أو النجاسة أو لحم الخنزير أو الأمور الأخرى، وأيضا أن يكون هناك يمتلك هذا الشيء قبل أن يتصرف به، يعني ضرورة امتلاك هذا السلعة وهذا الشيء، وأيضا يفترض أن يكون هذا الشيء محدد ومعروفة قيمته ومثمن، لأن لا يجوز بيع السلف أو بيعتين في بيعة واحدة، ونهى الرسول عن بيوع الكثيرة اللي مثل ما تفضل الدكتور، بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصات وبيع الحبل الحبلة وبيع الشخص على بيع أخيه، بيوع كثيرة حرمت. لذلك المصارف الإسلامية في العراق حاليا وفي المنطقة أنا أستطيع أن أقولها
إذا ما اعتمدت على هيئات رقابة شرعية فاعلة وتستطيع أن تعطي الرأي الشرعي المخالف لضوابط الغير ملائمة للشريعة وأن تكون قراراتها ملزمة، لا تستطيع أن تؤدي منتجات حقيقية وفعالة في تطوير العمل المصرفي. يفترض أن تكون هناك هيئات شرعية تكون لها خبرة واختصاص على أن تبدأ وتطور المنتجات. دكتور، العراق اليوم وضع العراق مختلف من ناحية السوق، من ناحية دخول المصارف الكثيرة من النشاطات المصرفية، أقصد المصارف الإسلامية، أقصد هنا اليوم هل مصارفنا اليوم يعني هل هي طبقت بالفعل الشريعة الإسلامية في تعاملاتها؟ لا، أنا أستطيع أن أقول لك لا تزال المصارف فتية وتجربة يعني بسيطة، تجربة المصارف بها كم مصرف لا يزال هيئات الرقابة الشرعية، أعتقد كم مصرف ما أريد أعمهم على الكل، بها هيئات رقابة شرعية فعالة وتستطيع أن تعطي الرأي الشرعي الحقيقي. أما المصارف الأخرى معتمدة على نمط معين من او اعتمادها على الزبون من يدخل المصرف الاسلامي اكيد يسال يقول لك هذا الفلوس من جت المصرف، رئيس ماله كذا مليار دينار عراقي، زين من يسال هذا هم لازم انا بما ان دخلت بالشريعه الاسلاميه ما اسال على راس المال. بالتاكيد مصادر الاموال يفترض ان تكون طالما مصارف، واعتقد تدقيق البنك المركزي يتأكد من مصادر الأموال من خلال منح الإجازات، فما يمنح إجازة إلى مصرف إذا ما يتأكد من مصدر المال مالته، لأن إذا كانت بعيدة عن تمويل غسل الأموال وكذا فإن يكون المصادر الأموال هي حقيقية وبعيدة عن يعني الأموال اللي هي يشوبها السرقة أو القتل أو تجارة السلاح أو تجارة الخمور. يفترض أن يتأكد، فأكيد البنك المركزي متأكد من مصادر الأموال قبل ما يكون هناك منح للإجازة. دكتور أحمد، بالتأكيد اليوم الوطن العربي بشكل عام والعالم بشكل خاص يشهد يعني الكثير من المشاكل بعمليات الإرهاب وتمويل عمليات الإرهاب. هل اليوم العين اتجهت حول المصارف الإسلامية؟ أقصد هنا أكون بسؤالي أدق، هل تم التوجه بسؤال المصارف الإسلامية أنتم تمولون عمليات إرهابية؟ هل حدث وأن شخصتم كخبرة بكثير من المصارف الإسلامية، هل شخصتم بوجود عمليات غسيل أموات تمويل إرهاب للمصارف الإسلامية؟ يعني أنا باعتقادي أن السؤال جائر، يعني دائما تتهم البنوك الإسلامية أنها بتساعد. الحقيقة البنوك الإسلامية أكثر البنوك حذرا في التعامل مع أشخاص أو طرق جمع المال بطريقة غير صحيحة، ولأنها يعني بمعنى المجهر عليها. ثانيا أنه مجلس الإدارات حريص على أنه يكون البنك غير يعني لا يتعرض إلى مخاطر كبيرة، ولا يوجد في الحقيقة أنه البنوك الإسلامية يعني في الواقع العملي أنها ساعدت في الإرهاب ولا ساعدت في أي عمل يؤدي إلى منافي لأصول المجتمع أو منافي للتنمية المجتمعية. البنوك الإسلامية دورها إيجابي دائما، هي أصلا تقوم على فكر اعتدالي. الأصل أهل الإرهاب لا يفهمون فقه المآلات ولا يجيزون بيع المرابحات ولا يجيزون البنوك الإسلامية، هؤلاء عقولهم عقيمة لا يتوافقون مع الفقه الإسلامي، بالعكس هم يعتقدون أن المصارف الإسلامية جزء من إبقاء الأنظمة العربية قائمة أو من الأنظمة، هم لا يفهمون فقه إيش اسمه فقه المآلات أو فقه الإسلامي أو بمعنى العلل، ما بيفهموا معنى العلل. فهذا الاتهام أو هذا السؤال بيؤدي إلى أنه يعتقد أنه البعض أنه الإسلاميين إرهابيين. الإسلاميون ليسوا بإرهابيين، البنوك الإسلامية بنوك مجتمعية وفية لوطنها، جزء من مجتمعها، ولذلك هؤلاء الإرهابيين هم ليسوا بمعنى هم خوارج العصر، زنادقة الفكر. هؤلاء لا يفهمون يعني بمعنى يا أستاذ الكريم، ما بيعرفوا إيش اسمه نقود، ما بيعرفوش إيش اسمه فقه المآلات النتائج. لو بيفهموا فقه المآلات ما عملوا اللي عملوه، ما بيفهموا إيش اسمه بمعنى فقه المعاملات.
هؤلاء لا يستند إليهم ولا يعتبروا من أهل الإسلام بشيء. فلذلك حرام أنه نيجي نقول البنوك الإسلامية والله أنت يا بنوك إسلامية أنت بتحارب أنت بتقدمي. بالعكس البنوك الإسلامية عكس فكرة الإرهابيين. طيب هؤلاء يدمرون المجتمع وهؤلاء يبنون المجتمع. طيب دكتور، عمل المصارف الإسلامية اليوم أخذ مساحة بأوروبا اللي هي ربما تكون كثيرة العداء لهذا الموضوع؟ أنت حكيت نقطة أنه في وعي مصرفي. الوعي المصرفي أساس محاربة الفكر الإسلامي، أو بمعنى أنه كلمة الإسلام أصبح يعني من خلال سلوك الإرهابيين أصبحت تؤدي إلى الخوف. حتى الخوف عند العرب أو المسلمين قبل الأجانب. فكلمة إسلام تعني انقباض. فالبنوك الإسلامية وجدت في أمريكا، وجدت في ألمانيا، وجدت في بريطانيا. بريطانيا عاصمة الاقتصاد. أثرت هاي الظروف؟ لا أبدا، بالعكس. الآن اللي عندهم وعي اشتغلوا. عندما تقول بريطانيا تعلن قبل سنتين أنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وتعلن أول مؤتمر اقتصادي في بريطانيا، شو معنى ذلك؟ الغرب فصلت بين الغرب الواعي يعرف التمييز. هناك ناس لهم مصلحة يسيئوا للإسلام، هؤلاء كانوا أدوات الإساءة. الإسلام بريء من الإرهاب، الإسلام تنموي، الإسلام فكر سماحة، الإسلام فكر أمن، فكر بناء، فكر اقتصاد. الإسلام عمره ما كان فكر هذا. يعني نقدر نقول أنه ربما ما اختصرت الصيرفة الإسلامية اليوم بالوطن العربي ذات الغالبية الإسلامية، ذهب إلى أوروبا. يعني زين، المواطن الأجنبي الأوروبي دخل بعمليات الصيرفة الإسلامية لو اختصرت بس على المواطن؟ احنا حضرنا مؤتمرات، وجدنا أجانب مدراء عامين لبنوك إسلامية. المؤتمرات العالمية التي تحصل جميعها مؤتمراتها هم شخصيات غير إسلامية، ويديرون بنوك إسلامية وفق ضوابط شرعية، بيعتبروا هذه قوانين وتعليمات يجب أن يلتزموا بها، وهم ملتزمون في ذلك. يعني بمعنى اليوم أنا مو بالضرورة أن يكون مسلم على المود يلتزم بمصرف إسلامي. لا هو مش يعني بما اللي بده يطبق، اللي بده يفتي لازم يكون عالم. اللي بده يطبق مو شرط بدام عليه رقابة، بدام الإجراءات أصبحت عملية مو شرط. لكن في مخاطر سمعة في بلادنا. يعني إحنا لو بنحط في بلادنا في بنك إسلامي نحط واحد غير مسلم يبيع، بيقول لك يا عم كيف هذا غير مسلم يبيع؟ عندنا مخاطر سمعة. لكن في أوروبا ما فيها مخاطر، ماكو مشكلة. ما في مشكلة طبعاً، ما عنده مشكلة لأنه هو بيلتزم بضوابط. والإنسان الأوروبي أو المثقف العالمي سواء أوروبي أو أمريكا لما بيجي للمصرف بيكون عارف شو بده. لذلك هو لما بده عقد بتناوله بعلم. إحنا عندنا في المجتمع العربي يتعاملوا مع العاطفة الفكرية للمصارف ولا يتعاملوا مع الحقيقة الواقعية للعمل المصرفي. لأنه هناك منتجات إحنا عندنا تحفظ عليها، كشخص أنا إلي تحفظ عليها، لكن بعض العلماء أفتوها. العميل أو العميل المصرفي يسموه عميل، يعني أحسن لتفهم بلغة العميل المصرفي أو من يريد التمويل، هو بيقول لك خلاص حط برقبة عالم واطلع سالم، لكن حقيقة لا يستطيع أن يميز في العالم العربي ما بيقدر يميز. لكن في الأوروبي أو الأجنبي لما بده يذهب له بيكون رايح هدفه واضح، العائد واضح، طبيعة العقد واضحة عنده. ولذلك العمل في الدول الأجنبية في المصارف الإسلامية أكثر يسرا للعاملين من العمل في العالم العربي، لأنه العالم العربي فيه عبارات عنيفة الفكر تصدر من الناس لإساءة للفكر الإسلامي. لما بيجي بيقول لك مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عن بيعتين في بيع، وهو مش عارف شو معناها نهى بيع الدين بالدين. ولذلك تجد أنه في عنف فكري، يعني غيب ما في نخبة، يعني بمعنى نخبة فكرية تستطيع أن تتعامل مع المفاهيم، العلماء فقط. ولذلك لا يستطيع أن نجعل المصارف الإسلامية للنخبة، هي للجميع، هي للجميع. هذا ما يتطلب بعض المواطن. طيب دكتور، أرجع للسؤال الأخير اللي ذكرتك به اليوم، الرقابة عند المصارف الإسلامية في العراق، هل وفقت الجهات الرقابية اليوم في العراق بمراقبة المصارف الإسلامية من حيث متابعة عمليات غسل الأموال، تمويل الإرهاب، تطعيم المنتجات الإسلامية بما يتلائم الشريعة؟ شكرا جزيلا. طبعا استكمالا لما طرح الدكتور بخصوص لو نرجع على أهداف المصارف الإسلامية، أي شخص يستثمر يريد أكو هدف أمامه، من يريد يستثمر في مجال معين يروح على أهداف، شو تحقق له الأهداف؟ فالمصارف الإسلامية بها أهداف، من ضمن الأهداف هو هدف مالي
مين تحصل هاي المال وشون توظفها؟ احنا مو قلنا مصادر الاموال لازم يعرفها، وحديثنا فيما اكتسبتها وفيما انفقتها، هذا ايضا يحاسب الانسان مين اكتسب هذه الاموال، وفي هذا ايضا رقابه وشفافيه. وايضا الهدف الثاني هو هدف ابداعي ابتكاري، شلون يبتكر منتجات حتى يقدمها يطور يحقق، من يحقق هذه المنتجات او يقدمها للسوق راح يحقق عوائد اكثر من خلال تقديم منتجات. هدف يخص المتعاملين من ضمن المسؤوليه الاجتماعيه. المتعاملين هم عده اطراف، اللي هسه اللي طلعت بها مبادئ الحوكمه اللي يقول لازم ذوي المصالح، اعضاء مجلس الاداره، المساهمين، الحكومه، المواطن، الموظف. فهذا الهدف الثالث. والهدف الاخير ايضا يخص هدف داخلي يسموه. الهدف الداخلي شلون امن رواتب، شلون امن بيئه للموظفين او العاملين مالتي حتى يقدر يبدا، شلون انتقيت هذا بحيث يكون ايمانه مطلق بتقديم هذه المنتجات، ما يكون متذبذب دائما بافكار يفكر. هذه الاهداف اذا رسمها، لذلك البنوك الاوروبيه والغربيه معظمها تباوع على الهدف. من شافت هاي الاهداف مالتها بال 2013 استضفت انا من قبل المصارف او البنوك الفرنسيه مقر يوباف العربي، استضافوني بخصوص عمل ورشه عمل على الصيرفه الاسلاميه. بقيت اسبوع قلت لهم شنو الغايه انتم؟ قالوا احنا من دا نشوف الاهداف للمصارف الاسلاميه ودا ترتقي، وعدنا ايضا مسلمين بحدود 8 مليون مسلم، هذه الودائع مالتهم، هذه التعاملات نريد نوطنها هنا بدل ما تهرب للخارج. بعدين اكو شيء اخر، الربا هو ما محرم فقط بالديانه الاسلاميه. ليش دائما نقول الربا هو حرام بالدين الاسلامي؟ صح، هو ورد 8 مرات بالقران، 8 مرات وردت كلمه الربا باربع صور قرانيه اللي هي الروم والنساء وخاتمه سوره البقره وآل عمران. احنا ايضا افلاطون وارسطو قبل 4-5 آلاف سنة قالوا النقد عقيم لا يلد، يعني بمعنى منطق مليون رجع لي مليون وربع، مثل ما تفضل الدكتور قال لا اقدر اجره ولا اقدر ابيعه نقد. لذلك ولا يحل لشخص ان يقرض بربا، هذا ايضا مبدأ كانوا يعتمدوا. الديانة اليهودية ايضا قالت بربا فضة أو طعام للأجنبي اقرضه، بربا فضة أو طعام، لكن لأخيك اليهودي اقرضه بربا، لا تقرض أخاك بربا فضة أو طعام، لكن للأجنبي اقرضه بربا فضة أو طعام. يعني حرمه فد جزء من الله بالضبط. لذلك وردت آية كريمة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عن واكلهم اموال الناس على اليهود. ايضا بالديانه النصرانيه المسيحيه نزلت على سيدنا المسيح عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، قال اذا اقرضتم لمن تنتظرون منه المكافاه فاي فضل يعرف لكم، اقرضوا الاخرين لا تنتظرون عائداته. فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الربا او الفائده هي محرمه بجميع الاديان. انا داخل اجابتك عن مدى رقابه الجهات اليوم في العراق على المصارف الاسلاميه، لكن بعد الفاصل. سادتي مستمرين وياكم ونشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم. دكتور ردت تأكد لي أو توضع لي على موضوع، هل وفقت اليوم الجهات الرقابية في العراق على المصارف الإسلامية؟ بمعنى هل اليوم شكلت الرقابة الشرعية أو الرقابة الجهات الرقابية في العراق على المصارف الإسلامية بشكل يجعلها بمصاف المصارف الإسلامية في العالم؟ شكرا جزيلا. طبعا الأستاذ الفاضل يفترض أن نميز بين الرقابات، اكو عدة رقابات تخضع لها المصارف الإسلامية. أول رقابة هي خلينا نقولها رقابة البنك المركزي باعتبار السياسة النقدية، هو مسؤول عن السياسة النقدية وهذه موجودة. الرقابة الأخرى اللي هي رقابة الرقابة والتدقيق الشرع الداخلي، وأيضا هذه موجودة إذا ما كانت تميز بين الآخرين، لازم تكون هناك مهنية بالعمل والاحترافي. وأيضا هناك الرقيب الخارجي اللي هو مراقب الحسابات اللي عندنا، أن يكون هناك خبرة واطلاع كامل.
وأيضا الرقابة هو رقابة الضمير، رقابة الضمير هو هذا الأساس من خلال إيمان المطلق بشون يكيف هذه المعاملات. والرقابة الأساسية اللي وردت بالمادة 7 من قانون المصارف 43 لسنة 2015 اللي هي هيئة الرقابة الشرعية، اللي من خمسة أشخاص اللي يكونون منهم 3 لازم أو يفترض عنده معلومات بالفقه المعاملات المصرفية والمالية، والاثنين الآخرين يكون عندهم اطلاع بالمعاملات الاقتصادية أو المحاسبية. يفترض دول الخمسة أن يكونون مستقلين بقراراته، عنده خبرة مهنية، عنده اطلاع كامل بفقه المعاملات، بفقه العمليات المحاسبية، بالفقه يعني العملي على عمل يفتي يكون حتى ينجح. إذا ما كان عنده اطلاع كامل بالعمل المصرفي، أنا من خلال اطلاعي معظم، ما أقول لك معظم، أقول 80% من هيئات الرقابة الشرعية لا تزال يراد لها تطوير، يراد لها بناء خاص. وأيضا البنك المركزي، أريد يعني أطلب من البنك المركزي أن يشجع بإقامة دورات متواصلة، وخلي يقول بالبنك المركزي لترقيب بثقافة الرقابة الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية، وأن يعرف شلون يتخذ القرار. من يعرف من يجي يوقع، مو فقط يوقع على مجرد معاملة أو عقد، لازم يدرسه ويشوفها هذه مخالفة للشريعة أم مطابقة للشريعة. إذا كانت مخالفة شكو إيرادات يفترض تستبعد، إذا كانت مطابقة للشريعة الإيرادات مالتها تنزل وتكون من ضمن الأرباح الخاصة بالعمل المصرفي. دكتور أحمد، اليوم ربما كثير من المصارف اليوم تبحث عن يعني عن علاقة وطيدة بين مصرف إلى مصرف، هل تتوقع لهم تكون هناك علاقات بين المصارف الإسلامية العربية والعالمية والعراق؟ هل العراق اليوم مهيئ بين يخلق منافسة، علاقة، شراكة مع مصارف إسلامية دولية، وهل هو قادر بأن يكون شريك مثل مصارف إسلامية لها باع طويل بالوطن العربي؟ أنت سألتني سؤال عن العراق، فما بيحق ليش أجاوب الدكتور. ضمن نظرتكم اليوم، دراستكم، يعني الحقيقة العمل المصرفي عمل تكافلي، عمل اجتماعي، عمل تنموي. والحقيقة هذا العمل يعني له فروعه وله اتصالاته، فيعني ما يوجد معوقات في انتشار البنوك العراقية إلى خارج العراق بالتعاون والتبادل الثقافي وتبادل الخبرات وتبادل حتى الهيئات الشرعية وتبادل كثير من الأشياء، حتى العقود الإسلامية وطبيعة المنتجات، لأن واقع المجتمع العربي تقريبا قريب من بعض البعض، زي ما قالوا السياسيين يستطيعون أن يفرقوا بين العالم، ولكن لا يستطيعوا أن يسقطوا ما في قلوبنا من حب للشعوب العربية والتعاون العربي والاقتصادي. ولذلك أنا أعتقد أنه البنوك العراقية إذا كان هناك إرادة من أصحاب الأموال الخاصة في الانتشار والتعاون الدولي مع البنوك العربية والإسلامية، ما يوجد أي معيق أبدا، بالعكس، وهذا مرحب فيه على مستوى كل البنوك. هناك مؤسسات اقتصادية وإسلامية تساعد على تنمية هذه الروابط. طب هي بشكل عام، هل المصارف الإسلامية بالوطن العربي ساعدت على تنمية الاقتصاد؟ هل ساعدت على تنمية اقتصاد مستدام؟ أقصد هنا أن المصارف الإسلامية هي محددة بمشاريع معينة، مو مثل مصرف التجارة ومباح مثل ما ذكرنا، مباح بكل شيء. المصارف الإسلامية محددة بمعاملات يعني فقهية ربما ليس الكل. هل ساعد على تنمية الاقتصاد بشكل عام؟ أولا نرجع من كلمة محددة، البنوك الإسلامية غير محددة أبدا. لذلك البنوك الإسلامية عملت في مجال البيوع الاستصناع، عملت في مجال التوريد، عقود التوريد على مستوى كل الاعتمادات المستندية، عملت على الإيجار المنتهي بالتمليك. تجد أن معظم أصحاب الشقق الآن اللي بيشتروا شقق طويلة الأجل، التمويل طويل الأجل، تجدهم بحبذوا البنوك الإسلامية، لأنه ما في غرامات، ما في جدول الديون، في تعامل باليسر ومعاملة إسلامية، والعائد مقبول شرعا ومقبول اقتصاديا. البنوك الإسلامية عملت على الشمول المالي، عملت على مشروعات تمويل للمرأة، عملت لمشروعات لمنتج زي منتج فرح للزواج، عملت مشروعات للخدمات المصرفية، مشروعات للمشروعات المتوسطة والبسيطة. بمعنى البنوك الإسلامية عندها قدرة هائلة على إنجاد عقود إسلامية تلبي الحاجات.
مين قال انه البنوك الاسلاميه محدوده؟ احنا الان في البنك العربي الاسلامي عملنا مثلا عقد الجعاله، وهو ان تبيع بالسعر النقدي، بالسعر النقدي من المحلات التجاريه، والبنك لا يستطيع لا يمنع ان ياخذ اي ربح من العميل، بل ياخذ ربحه من سمسره او صور من صور السمسره. من مين؟ من البائع. وممنوع يزيد، وفي حاله الزياده على الثمن المقرر والثابت، الاسعار الثابته، نخصم من ايرادات العملاء ونعيدها. البنوك الاسلاميه عباره عن تنميه اقتصاديه، يعني بمعنى متدحرجه بتزيد، يعني نقول نقدر نقول ساعد بشكل كبير طبعا على تنميه توظيف خد توظيف الايدي العامله، تنميه مشاريع، تنظيم اسكانات، مساعده جميع المؤسسات الماليه، سواء كان المؤسسات بالاسهم شراء الاسهم، او ساعدة الحكومات بالصكوك عشان السياسه الماليه بدل الاوبر ماركت اوبريشن، العمليات السوق المفتوحه. البنوك الاسلاميه اصبحت جزء اساسي وضروري من المؤسسات الدوله، لانها بتقوم بالتنميه حقيقيه للمجتمع، حقيقيه وفاعله. البنوك الاسلاميه ساعدت في الخدمات المجتمعيه. ممكن ان تكون في يوم من الماهيه بديل عن المصارف التجاريه؟ شوف، عشان احكي لك الجواب، انا الان مصرفي اسلامي بحرم الربا، لكن التغير مستحيل يكون في يوم وليله، لانه البنوك الاسلاميه غير قادر الان على استيعاب كل الاموال الموجوده والودائع في يوم ولحظه وتحولها لبنوك اسلاميه. التدرج في، انا لا اقول تدرج في التطبيق، لا اقول التدرج في تحول البنوك الاسلاميه ضروره مهنيه مهمه حتى لا نعطل الاقتصاد. سجلتم هناك توسع بالعمل المصرفي في العالم، العالم العربي والعربي يعني؟ لا طبعا، لما زي ما قال الدكتور جاب احصائيه، لما قال عندك 1113 بنك في العالم، لما تيجي تتكلم احنا عندنا نسبه السوق، يعني نسبه البنوك الاسلاميه من السوق العربي تزيد عن 25% من الودائع ومن الاستثمارات. لما تقول عن الودائع الجاريه، لما تقول عن التمويلات، البنوك الاسلاميه تعمل باكثر من 2 تريليون دولار في العالم. هذا 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 مو سهل، والان في سنه 2020 ممكن يزيد ل 4 تريليون. هذه مبالغ هائله، استثمارات حقيقيه، اصول، هي ليست عباره عن يعني بمعنى مش بيع رهن عقاري، مش بيع سندات، مش بيع، بمعنى موجود تنميه حقيقيه. السؤال لازم يتوجه للبنوك التقليديه، هل يا بنوك التقليديه ساعدتم على التنميه الاجتماعيه ام ساعدتم على هدر الطاقات الماليه؟ لانه هناك تمويلات غير موافقه مع الشريعه الاسلاميه، لا تلبي. نجي نسالك سؤال، ما هي الحاجه؟ هل مثلا التجاره في المخدرات، ولا التجاره في الخمور، ولا التجاره في الدخان، او هل هذه امور، او السياحه الغير شرعيه، هل هذه امور تؤدي الى التنميه؟ البنوك الاسلاميه لا تتعامل مع اي عمل لا يؤدي الى حاجه. شو الحاجه؟ هي متطلب حقيقي يؤدي في الانسان الى ان يكون فاعلا نشطا. مستحيل احنا نمول دخان، مستحيل ناخذ فلوس ونمول افلام خليعه، مستحيل نمول اي مشروع يتنافى مع التنميه الحقيقيه. وذلك السؤال لازم يكون للبنوك التقليديه، هل في تمويلاتكم الشخصيه ما يخالف حقيقه التنميه الاجتماعيه؟ نعم. بس هل المصارف التقليديه يخافون منكم لان انتم بتوسع؟ طبعا، لذلك في محاربه، هو بدافع عن نفسه. بس الحقيقه اللي بيفصل بين ذلك الوعي المصرفي، اللي بيفصل القانون، اللي بيفصل التشريعات، اللي بيفصل قدرة البنوك الإسلامية على التسويق. لذلك أنا بطلب من هذا المنبر وبقول البنوك الإسلامية ينقصها فن الترويج لمنتجاتها، ينقصها البحث العلمي. يجب أن تطلب أو يجب على البنك المركزي أن يطالب البنوك والمؤسسات الإسلامية بعمل دائرة أبحاث أو نسبة من أموال الأبحاث وتطوير المنتجات وتدريب. يعني بظل هاي المنتجات دكتور، ويعني بظل التوسع اللي نحتاجه بالمصارف الإسلامية، أعتقد كان هناك قانون رقم 43/2015 اللي قانون المصارف الإسلامية، وأنتم كنتم قريبين. نعم. على هذا القانون. نعم. هل قانون مصارف في العراق هل وفق بتنظيم عمل المصارف الإسلامية؟ شكرا جزيلا أستاذ الفاضل. طبعا قانون المصارف الإسلامية أعتقد هو شرع على عجل، لذلك ما طلع بمفردات متكاملة. يعني أنا كانت عندي أفكار أيضا كثيرة على قانون، وعندي ملاحظات على قانون المصارف الإسلامي، لكن نقول هاي كبداية، والبداية من سلم
إلى أن نبدأ ونتطور. بداية المصارف الإسلامية خلينا نقولها من 40-50 سنة، بداية نشأة المصارف التجارية والتقليدية من 600 سنة. يعني ما تقدر المصارف الإسلامية حاليا أن تواكب وتنافس الحجم الخدمات اللي تقدمها من خلال. لكن مثل ما تفضل الدكتور، يفترض من البنوك المركزية لكل الدول وليس للعراق حصرا أن تلزم المصارف بأن تكون هناك دوائر بحث، دوائر تطوير، دوائر هس أعتقد موجودة البنك المركزي ألزم المصارف بأن تقدم برامج تدريبية للمصارف في العراق ليس للمصارف الإسلامية وإنما المصارف كلها 3 سنوات برامج تدريبية تكون هناك لتطوير الكوادر الوظيفية. احنا ما قلنا هدف المصارف هو شنو، الهدف الداخلي تطوير الكوادر. اذا طورته راح يبدا، من يبدا راح يقوم يخلق منتجات جديدة، يقدم منتجات جديدة. العفو، لذلك المصارف الإسلامية اعتقد لها مستقبل واعد بالعراق وبالمنطقة. هناك تنسيق بين المصارف او البنوك الإسلامية بالمنطقة اعتقد، والتنسيق هو ضعيف خوفا من بعض التسميات مثل ما تطرق لها الدكتور، قال اكو مصارف تخاف من هاي التسمية. لذلك إن ما يهمنا، يهمنا نجاح العمل المصرفي الإسلامي. كل ما يقدم منتجات، كل ما ينافس بيها، كل ما يخدم المجتمع من ضمن المسؤولية الاجتماعية، لأن الركن الأساسي من الأركان المصارف الإسلامي يقول لك عدالة اجتماعية، وعدالة من ضمن المسؤولية الاجتماعية اللي تقدمها. وسؤال وجيه يقول لك اسأل المصارف التجارية ماذا قدمت للتنمية، ماذا طورت، وخلنا نسوي مقارنة. أنا دائما الطلبة اللي يشرف عليهم أقول له اعطيني مقارنة، سوي لي مقارنة بين مصرف تجاري ومصرف إسلامي يعني حتى أشوف مدى التزامه، مدى ما قدم من هو من مشاريع، ما خدم التنمية الاقتصادية إذا كانت تنمية أو شمول المالي. دكتور صادق، دكتور أحمد، أنا أشكركم جزيل الشكر، شرفتوني بمعلوماتكم القيمة. أنا بدي أسأل كثير من أسئلة لكن ضيق الوقت، اسمح لي أختم وياكم. الشكر موصول لكم لدكتور صادق الشمل الخبير في الشؤون المصرفية، والشكر موصول أيضا وأرحب بك مرة أخرى دكتور أحمد عياف في بلدك الثاني العراق. شكر موصول لكم. شكر لكم سادتي الأكارم لحسن المتابعة. نشوفكم في حلقات أخرى من برنامج والاستثمار. إلى ذلك الوقت في أمان الله.